علي مساء الخير دكتور علي لو سمحت. شو دكتور علي خياط؟ دكتور علي. دكتور علي مصر على الدكتور؟ يعني من وين جبت هالتسمية؟ مستشفى الأحذية والدكتور علي؟ تسمية طبيعية. كيف طبيعية؟ شو الفرق يعني بين أي مستشفى آخر يعني؟ لا، مستشفى الآخر بداوي بشر، الدكاترة بيكون عندهم خبرات طويلة، بيتعلموا وبيعملوا وبيتخرجوا وبيتخصصوا ليصير واحد طبيب. ما نحن كمان بنداوي البشر بأحذيتهم ومتخصص ومتعلم ومنحكمهم. شو الفرق يعني بينه وبين أي طبيب؟ مش آخر. البشر، أنت الأحذية عم الأحذية عم بيستعملها البشر. من وين استوحيت الفكرة؟ من وين جبتها؟ من المستشفيات اللي بهالبلد. مستشفيات؟ ورا حالة المستشفيات اللي بهالبلد اللي بتموت الواحد على الباب وما بتستقبله. نحن بنستقبل كل الناس يجوا لعنا على المستشفى وما حدا بيموت عنه. علي، يعني الفكرة أنه اليوم بلش العالم تتناقل اليوم، يعني مش من زمان، صورة على الواتسابات وعلى فيسبوك وعلى الكل صورة مستشفى الأحذية. نعم. والاتصال بعلي هالقد رقمه. نعم. هي الفكرة جديدة أو من زمان اسم مستشفى الأحذية؟ لا، زمان إلى شيء أكثر من 20 سنة مسميها أنا الاسم. هذه التكنولوجيا الحديثة اللي وصلت العالم إنه تستعملها وتروح على الواتس أب وما بعرف شو اللي بتسموه اليوم بالتكنولوجيا، صاروا يقولوها من محل بس محل. يا عمي لأن شفنا هالتكنولوجيا يا علي انت خربت بيوت العالم. خربت ليه؟ وين خربت لك بيتك؟ اسم الله. أنا لا، ما خربت لي بيتي. زادت لك الشغل؟ نسبة 80% كتروا المرضى، هن المرضى كتار بمع الناس تشتري جديد تجي بتصلح. ما عم نزيدها يا علي. اليوم أنت مشبه حدا موجوع وحدا بيدخل مستشفى إلى حذائه. يا أخي ما شبهت البني آدم الإنسان. أنا بحترم الإنسان كإنسان. أنا عم بحكي بصورة عامة. إيش التسمية مرا المستشفيات؟ أنا بكون قاعد بيجيني مثلاً إنسان بيحكيني إنه ما دخلوه مستشفى لأنه ما معه مصاري، وفلان مش مضمون، وفلان معطر، يا بيموت على باب المستشفى يا بيرحل على الآخر لفوق. عملت كلمة المستشفى أنا أول شيء لي شغلي خاصة في إعلان لي أنا للمحل، ونجحت بنسبة 70 أو 80% مثل ما قلت لك. الصباط شو بيكشف أسرار عن الناس؟ عن نفسيتها، عن نفسية الناس. يعني مثلاً إذا أنا بدي صلح حذاء لواحد، يعني ليش بدي تتجاوز نسبة البيع تبعي أو الشغل تبعي 1000، 2000، 3، 4؟ بيجيك واحد لابس كل التياب وبيقول لك ليش بيكلف قبل 2000 ولا 3 ولا 4، بصير يحرجك 1000 ليرة. هيك بتكشف نفسية الناس. أما الفقير بيقول لك قديش بدك بالآخر، قديش بتؤمر بس تخلص له شغله. هذا الفرق بينه وبين هيدا. ما اكيد ما عم بتعمم، في طبيعي كل شيء. التعميم ما مش وارد يعني. نعم. ما بعمم. لا علي، بالعكس. كيف بتداوي هالحذاء؟ كيف بتداوي؟ عندي معدات لازمه للحذاء. الشاكوش على راسي، البنسة على راسي، في عندي سدان بشتغل فيه، وعندي الشاكوش والعده هيدا اوكي، والسكين اللي بتقطع فيها هيدا مفهوم. ايه، هدول ادوات المهنه. وفي بعض الاحيان يعني أطباء زملائي يعني جابوا لي سماعات وجابوا بانج علقناهم للحذاء ركبناهم نحن مصر وغيره. أطباء زملائك؟ زملائي. إيه زملاء. هو دكتور وأنا دكتور. يعني لما بتفحصوا لهالصباط شو بتقول؟ يعني يا بيروح على المكب البلدية يا بيقول له دغري على العمليات لجو. إذا كان معه حرارة مثل ما قال لك عندي بانجو وعندي مصل وعندي معدات كاملة بالمستشفى. يعني مثل تعمل فيه مثل ما عمل فيه أحد الزباين يعني بزماننا. شو عملوا؟ مرة كنا طالعين يا أستاذ مالك مشوار خارج العيادة، كنت رايح مشوار مهم. عيادة يا مستشفى ضعف؟ لا، بالعيادة دخلت خارجية. اسم الله، في عندك فروعة؟ طبعا. لا، فرع الله. هذه إلى قصة تانية. قصة تانية. إلى قصة تانية الفرع. إيه؟ طالع مشوار صغير، بيلي جارنا لو رايح دكتور علي، بيقول له رايح مشوار شي 10 دقايق بالسيارة وجاي. بلاقيني رجال هيك طيب بدي خدني معك لهون دكتور. قلت له تكرم. طلعته جنبي بالسيارة شوي، كشف لي عن بطنه هيك، قال لي كل الليل ماني نايم. قلت لك ليه؟ شو ماكل؟ شو عامل؟ قال لي والله. قلت له اكيد نايم مكشف. قال لي فحصت له بعدته هيك، كبشنا الورقة من التابلوس، كتبت له اسم دواء كنت اقراه بالزمانات اسمه كوريسيدين دي، هذا تبع الاوجاع. لا، بالزمانات كانوا يحطوا لي عي على التلفزيون. كتبت له كوريسيدين دي، حب الصبح وحب مساء، ختمت له اياها. هلا راح على الصيدليات برم برم ما فيها الدواء. رجع لعنده، رجع سال عني وين الدكتور على عيادته، قالوا له هيها بالمستشفى. مرحبا حكيم. قلت له اهلا. قال لي يا اخي وين الحكيم؟ قلت له تفضل شو بك؟ قال لي الدواء.
هز براسه طلع فيك مثل حكمه مصدمه حمل حاله مش كله عن سبيل المزح اكيد يعني طبيعي طبيعي بسبيل المزح يعني يعني وشغله ثانيه كمان بتجيني زبونه كست يعني مع ابنها عمره شيء 15 سنه بتقول لي عجل لك شوي قطع البوت الاخترب تبع ابني بدي وديه على المدرسه لانه هلا بيفصلوه بيعملوا له استجواب او شيء بالمدرسه قلت له ايه بسيطه قال له كنت عند الدكتور قلت لي بصير بده ورقه قلت له لحظه بيا مدرسه سمت لي اسم المدرسه قال له لحسن الحظ المدير صديقي حكمنا للحكي للمريض كتبنا له ورقه بني عندي ورقه باسم المستشفى يعني مستشفى الاحذيه آه مستشفى الاحذيه طوارئ وكل شيء طبيعي وكتب طبيعي كتبنا له الى حضره مدير مدرسه فلان الفلاني ان الطالب كذا كذا تعرض لاصابه بكذا كذا في حذائه اليمنى واذا ما تعطي لي مده يومين ختمنا طلعتيها هيك من بساطتها وسذاجتها ودت له اياه طلع فيها هيك قال له خلص مش الحال تلفني قال لي بعتي حمالها معي حطها على التابلو تبع المدرسه هيك على الازاز تحت منيح نقابه الاطباء ما رفت عليك دعوه يرفعوا خزوا لي ثيابي يرفعوا الناس اللي عم تموت برا يرفعوا عليهم دعاوى يرفعوا عليهم دعاوى الناس اللي عم تموت على باب المستشفيات ما معها تاكل ما معها تحكم حالها يرفعوا يتفضلوا يرفعوا انا بقول من هان يرفعوا علينا دعوه والناس اللي عم تموت الفقراء والمساكين يلي ما عندهم حق حب الدواء ما بيرحموهم ما بيرحموهم صفين عم على كل اطب في اطباء الطب هي رساله اطباء راس اطباء زملائنا الاطباء فيهم ناس طيبين زملائنا يا اخي زملائنا شو ليش ما يكونوا زملاء في طبيب بالجامعه في طبيب نسائي في طبيب وفي طبيب احذيه في طبيب احذيه شكرا لك شكرا لك علي اليوم قد ايه يعني بظل بظل يعني العالم تناقلت هالقد صورتك والعالم كله حكت فيها على مواقع التواصل الاجتماعي قد ايه هالشيء ساهم ايضا غير انه تزيد نسبه شغلك وتقلب 80% انه تخلي هالمهنه اللي هي عم تنقرض شوي شوي انه ترجع تحيا من اول وجديد هي يعني بعطيك احنا عندنا بالمنطقه محافظه نحن النبطيه بتضم اكثر من 300 الف نسمه احنا 3 بنشتغل فيها اللي بيكبر مننا او بيموت ما بتشتغل فيها لانه نحن عندنا الناس يعني بتفكروا حالهم انه هذه المهنه وضيعه او هي مهنه انه مهنه عاديه نحن ما بنحب نشتغلها ربنا سبحانه وتعالى الانبياء كلهم اللي انزلهم من بسطاء القوم انزلهم رعاه ومن بسطاء القوم عشان الناس ما تكبر على بعضها ما حدا يشوف حاله على الثاني ما حدا افضل من حدا بهالبلد ظروف اوقات بتكبر واحد ظروف السياسيه ظروف الطائفيه الرعناء اللي ضربت هالبلد كبرت ناس عملوا زعماء طوائف وزعماء مذاهب ما حدا بينتمي للبنان كلهم ما بينتموا للبنان كلهم بينتموا لطوائفهم اللعينه اما الدين ما حدا بيحترمه احنا بنحترم الدين وديني هو وطني لبنان لا انتمي لاحد اعبد الله فقط لا غير شكرا لك علي يعني شكرا لك وشكرا على حضورك الليله حبيب قلبي إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية turn on notifications لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا